هبدأ أول حاجة بالكفتة بتاعة اللحمة اللي هي الكفتة البانيه. عندي لحمة مفرومة، بقدونس مفروم، بصل مفروم، ثوم مفروم، لبابة عيش فينو، يعني قلب العيش الفينو من غير الطبقة الخارجية الملونة بناخدها، ونفس الكلام للكايزر ونفس الكلام للتوست. بنشيل الحروف بتاعته اللي بره، ناخد القلب بتاعه اللي هي اللبابة وبنحطها في مية من الحنفية عادي، ولما تبقى طرية خالص بنعصرها بإيدينا كويس جدا. بعد كده عندي ملح وفلفل وقرفة وحبهان، دقيق، جوزة الطيب، 7 بهارات، وعندي زيت للقلي. اوكي طيب شباب، ممكن تجيبولي الطبق الكبير بتاع الدقيق لو سمحتوا؟ هناخد كده ونبتدي نحط ايه كل المكونات على بعضها، بس نجيب الملح والفلفل. اوكي طيب، من الأسئلة اللي جات لي كتير قوي الأسبوع اللي فات على السوشيال ميديا أو على الفيسبوك بيج بتاعتنا، سألوني كتير قوي على العجينة بتاعت الحواوشي، هل ما فيهاش بيكنج باودر وما فيهاش خميرة؟ اللي احنا عملناها ما فيهاش الاتنين، ودي اسمها العجينة البسيطة اللي هي عجينة وملح ومية وشكرا. ممكن اضيف لها زيت؟ ممكن اضيف لها بيضه؟ ممكن اضيف لها زبده؟ ممكن اضيف لها بيكنج باودر او خميره؟ ممكن، كل ده ممكن، مفيش مشكله خالص. لكن اللي احنا عملناها كانت العجينه البسيطه اللي هي من غير خميره وبيكنج باودر، انتوا تقدروا تضيفوا مفيش مشكله خالص. انا حطيت هنا البصل المفروم، هحط عليه الملح، الفلفل الاسود، القرفه، حبهان، جوزة الطيب، 7 بهارات. اللي ما عندوش كل ده في البيت يعمل ايه؟ يحط المتوفر منهم. وهعجن كده الاول كويس قوي، وبعدين انزل الثوم المفروم عشان بس نتاكد ان احنا بندخل المقدار كويس، وبعدين ننزل البيض. ده نص كيلو لحمه، هستخدم عليه من 2 لـ3. ينفع اقل؟ ينفع اقل. ينفع من غير بيض خالص عشان عندي حساسيه منه؟ ينفع، مش مشكله. يبقى بصل وثوم، بيض، ملح وفلفل، قرفه، وجوزة الطيب، و7 بهارات، وحبهان، حبهان وقرفه وجوزة الطيب وسبع بهارات وملح وفلفل، صح كده. وبعدين هنزل عليهم العيش، وبعدين هنزل اللحمه. يا نوره. نوره ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تسلمي لي يا ربي حبيبتي، تسلمي لي. امور يا نوره. عايزه اعرف مقادير الكيك. حاضر، عينيا. احنا كمان هنعمل الاسبوع ده يا جماعه، طبعا المصيف ما يحلاش غير بالكيكه بتاعه الشاي بتاع بعد المغرب ده، فاحنا عاملين كيك الاسبوع ده ان شاء الله اهو. وبعدين اللحمه، انا حطيت الاول البصل والثوم وتبلتهم، وبعدين نزلت عليهم البيض والعيش والبقدونس وخلطتهم كويس جدا، وبعدين بدأت أدخل الايه اللحمة، 2 معلقة دقيق جوه الكفتة عشان يمسكوها، وبعدين هعفر بالدقيق برضو. يا مدام فاطمة. فاطمة ازيك؟ ازي حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله حبيبتي، انتي اخبارك ايه؟ الحمد لله، والله وحشتينا. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ما تحرمش منك. امور يا فاطمه. بقول عايزه طريقه الايس كريم المانجا، يعني اعملها في البيت. ايس كريم مانجا تعمليه في البيت؟ عينيا الاثنين. حاضر، بتكتبوا بس يا بنات عشان انا ايدي مش نظيفه. اشكرك اشكرك اشكرك. اهو نتخلص بقى من كل الزيادات عشان نروق الدنيا حوالينا، ونلبس الفرده الثانيه من الجلافز، ونعلي الزيت. اوكي، ونقرب الدقيق. ينفع احطه في دقيق بيض بقسماط؟ ينفع، بس انا بعمل الطريقه دي اتعلمتها كده من امي، بنعملها بالدقيق بس، لكن ينفع. ينفع، مفيش مشكله. اهو هبتدي اشكل الكفته وانزلها على الدقيق. كده الزيت اهو بدأ يعلى. بسم الله الرحمن الرحيم.
الزيت لازم يكون متوسط، لا هو عالي قوي ولا هو واطي قوي.